تحية كتير كبيرة لمتابعين صفحة اليوفنتوس. اليوم حابة أحكي عن موضوع الأشخاص اللي بيكونوا عم يتبعوا دايت 100% وما عم يقدروا ينزلوا بالوزن. هون بيكون السبب الرئيسي والأساسي هو عدم النوم لساعات كافية، لأنه النوم لمدة 8 ساعات هو شيء كتير أساسي وبيخلي جسمنا يكون مرتاح وبيخلي جسمنا يستجيب للنظام الغذائي. كرمال هيك إذا نحن ما بنكون عم ننام، لو كنا عم نتبع نظام غذائي صحي وكتير كتير صح عم نمشي عليه، ما بيستجيب جسمنا للدايت، كرمال بيعرض جسمنا للستريس وبيصير في لخبطة بالهرمونات وبالتالي ما بيكون عم ينزل الوزن. وكمان أهم شيء بالنظام الغذائي أنه نكون عم نتأكد أنه نحن عم نشرب 2 لتر من الماء، أي ما يعادل 8 أكواب. كمان بالإضافة أنه ما ننتبه كتير منيح ما ناخد السعرات الحرارية من المشروبات، نكون عم ناخد السعرات الحرارية من الأكل، يعني don't drink your calories. انتروني كل نهار جمعة على صفحة اليوفنتوس بنصيحة تغذية جديدة.